وعايز اقول لك كمان الى جانب يعني الجزء اللي هو ايه متعلق بطبيعه وجود حضرتك وترأسك لهذه اللجنه، ربنا يجعل كل اللي بتعملوه في ميزان حسناتكم. صحيح، انتوا بتعملوا حاجه في منتهى الانسانيه وفي منتهى الاحترام وفي منتهى الرحمه كنا مفتقدينها لفترات طويله سابقه. فحضرتك مبدئيا شايفه ايه اللي استجد على المجتمع تحديدا فيما يتعلق بنظرته لاصحاب الهمم؟ تمام. طيب، هو صراحه الموضوع ابتدى لما طلع قانون رقم 10 سنه 2018، القانون اللي هو بتاع حقوق ذوي الاعاقه في مصر. يمكن كده كان في ممكن اهتمام وفكره الدمج يعني موجوده، بس بمجرد ظهور الاعلان ده وكان في اهتمام رئاسي كبير جدا من الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، وحتى سمى 2018 ده عامل اعاقه، ابتدى من ساعتها كل الدوله، كل مؤسسات الدوله، وانا طبعا بعتبر النادي الاهلي جزء كبير جدا من الدوله، ياخد نفس المنهاج ان احنا نهتم بيهم، نهتم نشوف هم محتاجين ايه، ندعمهم. تغيير ان احنا بدا في تغيير من فكره الاعاقه كمرض، من النظره الطبيه للاعاقه الى النظره المجتمعيه، ان احنا ازاي نبص لهم اجتماعيا ان هم اشخاص زينا زيهم، بس ممكن يكونوا محتاجين تولز عشان تسبورت، ان احنا نسبورت بيها حياتهم، تساعد بيها حياتهم، يمشوا حياتهم بشكل ممكن مختلف شويه، لكن هم اشخاص ليهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، وموضوع النظره الطبيه ده بدا يتراجع للخلف.